واش لافام، السلام عليكم. راح نكون في فيديو جديد، فلوق جديد. هذه المره هذه يعني فلوق مختلف شويه. هذه المره هذه غادي ندير لكم واحد، يعني نشارككم واحد شويه من الحياه ديالنا هنا في المغرب. وتحيه للامهات كاملين، تحيه للامهات كاملين كاع اللي عندهم بنت الله يخليها ليه. هذه المره هذه ان شاء الله انا قررت انني يعني نعطي الوالده هذه النهار هذا باش ما ديرناش يعني كما كنقولوا الغداء. قررت انني انا نريق لهم يعني الطاجين. مشيت يعني كما كتشوفوا غادي نمشي ان شاء الله للكوزينه نريق لهم واحد الطاجين ان شاء الله. نتمنى هذا الفيديو ديال الاعجاب ديالكم اخوتي، وما تبخلوش علينا اخوتي بواحد الدعم للقناه، واحد الجيم وتفعيل الجرس. ما تمشيو فين تفرجوا الفيديو، نتمنى الاعجاب ديالكم اخوتي. واش اخوتي السلام عليكم من جديد. كما كتشوفوا عندنا دابا انا كنتوجه وسط الكوزينه كما كتشوفوا انتم اخوتي. دابا يلاه يلاه راني قلت المسائل ديالي، يلاه راني قلت الخضره ديالي نقيتها. المهم انا غادي نشارككم هاد اللقطات هادي. المهم غادي نمشيو فين، ان شاء الله غادي نوصيو الطاجين ديالنا. نتمنى هاد الفيديو ديالنا بإعجاب ديالكم. Thank you.
الفيديو اللي عجب ليكم، لان هذه كتعطي واحد الجواب يعني مشكلة الامه ديالنا كما راكم عارفين. الله يخلي كل واحد المهمه ديالو. نتمنوا اخوتينا الفيديو اللي عجب ديالكم ما تنساوش هنا اخوتي واحد الدعم للقناه وتعجب سبسكرايب وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمه الله.